فايل وبدنا ناخد collections و dictionary. فا اوكي فبعد ما نفعل البيئة بيئة البايثون تمام ورحت عملت سي دي على الريبو تبعنا وبكتب جيبتر لاب آخر إشي إحنا حكينا عنه المرة الماضية في البايثون هو اللوبس. فالمرة هذه إن شاء الله بدنا نبدأ نحكي عن الكوليكشنز. فهذا بدنا نعمله رينيم 04 كوليكشنز مرفوعة أوريدي على الجيت هاب. لا عملت بوش. لا يوم السبت. يعني انت تعال تطلع هنا هاي get status كله up to date ما عدا 04 collections تمام your branch is up to date كله معمول له بوش انت يمكن انت بدك اياها بتلاقيها وين انت عندك هنا في المجلد الرئيسي نوت بوكس تمام اليوم ان شاء الله بدنا نبدا نحكي عن الكوليكشنز في البايثون كوليكشنز انا بقصد فيها الداتا ستراكشر لانه يعني بتسهل عليك انه انت تستخدم يعني حنركز على بعض الشغلات اللي لها علاقه بالان ال بي لكن الكوليكشنز بشكل عام هي عندك اول حاجه حنبدا ب ليست تمام الليست انت عندك ممكن تعرفها بهذا الشكل هذه empty list هي array او ممكن تعرفها بشكل هذا الشكل او ممكن انه انت تعرفها كobject انت عندك لو انت بتحب object oriented هذه برضو عبارة عن empty list وممكن تديله هنا بين الأقواس انت عندك لا هذا كنت بتتسرق constructor هذا constructor تبع الكلاس list لأنه هي كتايب هي عبارة عن list تمام فهنا شوف التايب تبعها عبارة عن ليست تمام فالان انت استدعيت الكونستراكتور بهذا الشكل فبالتالي انت ممكن تشوف هذول القيم كلهم هيو ليست 1 2 3 4 هيك انا طبعتهم كلهم في سطر واحد انه ما فيش داعي انه فبالتالي اول واحدة هي عبارة عن empty list الثانية هيو 1 3 4 تمام الثالثة عبارة عن empty list الرابعة هيو عبارة عن هاي list كيف هاد كل كيف يعني فيش فرق لا يعني ممكن نستخدم اي صيغة يعني ممكن نستخدم 2 او 4 list 2 او 4 نعم بالضبط بدك تعرف empty list برضو ممكن تفتحها زي هيك او ممكن زي هيك هذه نادر استخدامها
تمام؟ هذه ممكن تعرفها زي هيك empty list أو هذه بهذا الشكل. طيب هيك انت بدك تعرف العمليات اللي انت ممكن تعملها على list. ببساطة احنا المبرمجين ما بنحفظش، تمام؟ فبتروح بكل بساطة بتعمل دير list dir للليست، وعشان يطبع لك اياهم في جنبات dir directory، فبيجيب لك كل الدوال التابعة على الليست. هدول اللي فيها underscore بتكون تابعة للسوبر كلاس، لانه هي بتعمل extend من السوبر كلاس الاوبجكت في البايثون، فما تدقش عليها كتير حاليا. انت ممكن تبدأ مثلا من عند الابند clear copy count. لاحظ النيمينج كونفنشن انه الاسم انت عندك واضح كتير، فبالتالي انا راح اترك لك المجال انه انت تلعب في هدول يعني، او تستخدم هدول الدوال وتشوف ايش الـ ايش الـ 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 الامكانيات تبعتهم. يعني على سبيل المثال انه احنا عندنا الليست الثانيه هذه، هاي القيم تبعتها. شوف لاحظ الابند مثلا على سبيل المثال 3، فحيضيف لك 3 في الاخير، وهنا بدي احط لك اياها انه يظهر لك اياها هنا في الاخر، فهيضاف 3 في الاخر. انت في عندك الاكستند، تعرف الفرق بين هذه وبين هذه؟ الاكستند شو بتسوي؟ الاكستند انه بتعمل اكستند بالضبط، بس الباراميتر اللي انت بدك تديها اياها بدك تكون عبارة عن list. تمام؟ ف لا لا شوف كيف شكلها. يعني هلقيت ان انا عندي اخر عنصر 4، عملت extend بليست جديدة اللي هي عمل اكستند للاري باري جديده، يعني باري اضافيه يعني. تمام، وهي ببساطه ممكن تعتبرها انه انا زي كانه بدي اعمل كونكات بين 2 و 4. شوف الناتج كيف، فحيكون ليست 2 زائد ليست 4، فهو عباره عن دمج بين التو ليست، لزقهم مع بعض كونكات كونكاتينيشن. كيف الانسرت؟ لا بدك تدي له اندكس، اندكس وفاليو. تمام، في عندك السورت والريفيرس، واضح ايش الاستخدام تبعها. ايش الابند؟ نعم نعم، الاندكس والفاليو. طيب بما انه الجمع على الإشارة الجمع هي عبارة عن concatenation between two lists، بدنا نشوف كيف ما احنا ممكن نجمع two lists. فهذه بدي اكتب لك اياها في سطر واحد. نفس العمل نفس العمل، نعم. هكذا انا بدي اجمع ليست 2 وليست 4، فاول حاجه بدي افحصها انه اللين، هذه برضو من الدوال اللي انت ممكن تستخدمها تعرف طول الليست، ليست 2 6. وعشان نستخدم في نفس الليست خلينا نحطها في نفس اللاين لين لليست 4 6 و 3، بنفعش الجمع. تمام، فاحنا ايش بدنا نسوي؟ بدي اعمل سلايس للليست لين طول الليست، هذه فيها 6 عناصر وهذه فيها 3 عناصر، بنفعش الجمع. الجمع انت بده يكون في عندك بير وايز، يعني كل عنصر في العنصر الذي يقابله في الليست الاخرى، فبالتالي لازم يكونوا نفس الطول. فايش بدي اسوي؟ بدي اعمل سلايسنج. تمام، انا حاسس حالي زي الشيف يعني انه انا، فهي ليست 5 بتساوي من الأول لغاية 3، يعني حتكون 0 1 و 2 3 عناصر،
وشوف لي اياها عشان تتاكد. كيف لست اثنين، تمام؟ فهي ثلاث عناصر. الان لما تيجي تعمل اللين احنا بدنا نجمع 4 و5، فالان اطوالهم متماثله. بدنا نجمع، ممكن اقول له لو سمحت بدي اعمل لستة واعبي فيها عناصر، والعناصر هذه عباره عن A زائد B، والA والB بدي اعمل عليهم iteration for A B N. احنا تعودنا نعمل iteration على list واحدة، بدك تعمل iteration على two list، زد اي بي ليست 5 ليست 4. هي فعليا بتفرط لك العناصر وبتعمل تابل. تابل يعني هاي ليست 5، شوف لي ليست 4، ليست ليست ايش احنا ليست 4، شوف ايش فيها، تمام؟ شوف ال الزد اي بي تبعهم، ليست 5 اول وبعديها ليست 4، بيظهر لك اياه كزد اي بي اوبجكت. ممكن نعمله كاست لليست عشان تشوف. فايش بروح بتسوي؟ ركز معايا، بياخذ 1 مع 2، هذا اول تابل، 3 و4، 7، لا مش ديكشنري، تو دايمن، لا هاد 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 هذه الداتا ستراكشر هي عباره عن تابل، تابل مش ليست. هاي العمل تبعها بالضبط بالضبط. فبالتالي لما اعمل عليهم iteration ففعليا ال A بتكون الواحد وال B بتكون الاثنين، هاي في اول مره في اول iteration. الiteration الثانية الـ A بتكون 3 والـ B بتكون 4 في ثاني iteration. الiteration الثالثة A بتكون 4 والـ B بتكون 7 في الiteration الثالثة. فعشان هيك أنا بطلب منه بكل أريحية إنه يعمل لي جمع. نعم بالضبط زي ما أنت ذكرت، يعني هنا 1 و3، 1 و2 و3، 3 و4 7، 4 و7 11. نعم احنا متعودين على صيغه فور وتحط الستيتمنت تبعتنا، بس عندك في الامكانيه في البايثون انه انت تكتب الاوردر تبع السنتنس زي ما انت بتقول انا كل يوم بروح على الجامعه او على الجامعه كل يوم انا بروح. هاي المنطق تبعها في البايثون، ففي انت عندك مرونه في الموضوع هذا. بالضبط انا بقول له هنا A plus B، بس هدول من وين اجيبهم؟ ان هم عباره عن iteration variables، هيهم for a, b, n, z, i, b, list 5, list 4. كيف؟ ممتاز. بدك هذا single line of code بدي اكتبه في 3-4 اسطر. فبدي اعرف list فاضيه. List sum وأقول for A for I، إذا بدك تمشي بنظام الindex n range len أي واحدة منهم لأنه التنتين نفس الطول. List 5 list sum.append اللي هو list 5 اوف ال i زائد list 4 اوف ال i. كيف؟ لازم تكون نفس الطول. هنا ممكن انت تحطها في if statement انه اذا كان اللين تبع 5 بيساوي لين ال 4 سوي لي هذا الكلام. وهنا بدي اعمل الانتنديشن تبعه، نحن اتفقنا انه نظام بلوك عندي بالانتنديشن،
فبتسوي الصم تعمل أبين زي هيك، بعد ما تخلص تعمل ليست صم يورجي لك ايش الناتج. احنا اتفقنا انه اذا انت عندك اخر ستيتمنت انه انت بدك تشوف variable بس حط اسم الvariable، فيش داعي انه انت تحط له print. فنفس الناتج، شايف كم سطر؟ وقارنه بهذا الكلام. وبالمناسبة كمان لو كان انت عندك الاطوال مختلفة في الزيت اي بي بروح بمشي لك على اصغر ليست. يبقى هذا الكلام انا بدي اكرر لك اياه مع مين؟ ليست اربعة وليست اثنين. ليست اربعة وليست اثنين اطوالهم مختلفة، وهي اكد لك هذا الكلام. هاي احط لك اياها هنا لين ليست اثنين لين ليست اربعة اطوالهم مختلفة. فالان الجمع بلف لك على اصغر ليست، تمام؟ فهي آمنة أكثر إنه لو كان الأطوال اللي استبعتهم مختلفة. طيب باقي الأشياء أنت ممكن إنه أنت تجربها في نفس بنفسك يعني. فهي نعم هنا جوا كمان لا بدك تروح على الدوكيومنتيشن تبع البايثون وتروح انه مثلا على الليست انه تشوف الداله هذه مثلا انه داله كلير شو بتسوي، بشرح لك اياها بالتفصيل انه هي شو بتسوي. ان لاين في الكود لا، هنا بس مجرد انه بسرد لك اسماء الدوال بس التابعه للليست، تمام؟ هذا كل ما يتعلق بالليست. ناخذ الكوليكشن الثانية اللي هي تابل. تابل ايش الترجمة تبعت التابل؟ روز صفوف. صفوف بالضبط. ببساطة التابل is immutable list ببساطة شديدة جدا. شو معنات هذا الكلام؟ يعني انت عرفت الليست A بتساوي 1 2 3، ممكن انه خلي هذه الواحد، تمام؟ ممكن تعرف تابل 1 بتساوي نفس هذا الكلام، بس بده يكون انت عندك الاقواس. ما دام انه هي immutable معناها انه انت بتقدرش انه انت تعدل عليها. فعشان هيك انه انت كيف بدك تشوف ايش الدوال التابعة للتابل. بس عندك دالتين اللي هي الكاونت والاندكس. كاونت بتجيب لك عددهم، بتعدلش على الفاليوز، تمام؟ والاندكس بتجيب لك الاندكس تبع فاليو معينه. اما البقيه هنا تبعت الليست، يعني على سبيل المثال الاكستند بتعدل على الليست، فبالتالي مش موجوده. السورت بتعدل لانه بتغير في الترتيب. الريموف والابند والكلير والانسيرت كل هذه، فبالتالي انت عندك الدوال، سيبك من الاندرسكور هذا كله، تمام؟ هذول الدالتين فقط. طب شو الفائده؟ الفائده انه ببساطه انه التابل ممكن يكون انه مور افيشنت لما انت تحمل هيوج داتا، انه بتكون ريد اونلي فقط، فبالتالي انه بتكون مور افيشنت ان ميموري فقط لا اكثر ولا اقل. هاي اما هو ك تابل ممكن تعتبره زي الليست بالضبط. ايش يعني ممكن تعتبره زي الليست بالضبط؟ انه انت ممكن تقول تي واحد اوف الزيرو بيجيب لك اياه كل العمليات تبعت الليست، بشرط انه بتكون اميوتابل. بالضبط. بالضبط، تمام. هذه شغله. الشغله الثانيه انه ضروري تفهم عمليه الكومباريزون. انا عندي في الليست في التابل عفوا
عملية الكمبارزون في التابل، يعني على سبيل المثال لو أنا قلت 3 و 2 هل هي أكبر أصغر من 1 و 3 كيف بيشتغل؟ إيش اللوجيك تبعه؟ اللوجيك تبعه إنه على سبيل المثال بشوف هل 3 أصغر من 1 فولس؟ لا، بتطلع على أول إندكس، أول عنصر 3، هل هي أصغر من 1؟ فولس، يبقى خلاص فولس. تمام بالضبط، هجيت إنه أول عنصر والثاني عنصر إنه أصغر، لا ساعتها بتشوف إنه العناصر اللي بعديها. فلو جربنا إحنا على سبيل المثال 1 و2 هل هي أصغر من 3 و7 6 بغض النظر، وهذه أصغر، فبالتالي إنه الواحد أصغر من 3 والواحد أصغر والاثنين أصغر من 6 بهذا الشكل. ولو إنه أنت عندك خلينا نحط العنصر هذا هي 10 بهذا الشكل، هذه ترو. ليش؟ لأنه أنت عندك أول عنصر ترو. كمان مرة القاعدة من أول وجديد. في سيربرايز، أنا عارف إنه في سيربرايز. كيف؟ لا لا مش آن، مش آن. هجيت أول عنصر فولس خلاص ما تكملش كله فولس. هجيت أول عنصر ترو تمام؟ بصير إنه بالضبط بكمل. كيف؟ هو معناته بياخد اول عنصر بس بقدر يعني عليه ولا بيروح للعنصر اللي بعده. اول فين بيطلع؟ باخد اول عنصر في حاله تساوي. باختصار اول فين بيطلع؟ اول فين بيصير بيطلع، اول فين بيصير بيطلع. لا لا لا، اول فين. طيب اول عنصر استنى استنى علي. نعم. مين قال حد تساوي؟ واحد تساوي، حط واحد وواحد. هاي واحد وواحد. حط واحد واثنين، حط واحد وواحد. حط واحد وستة واحد، حط واحد 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 اثنين واحد واحد. شيل 10 وستة. بدل واحد وستة حط 2 و6 بس أنا. 2 و6. 2 و6. بس زي ما تعمل. بعدين. وهنا. 1 و6. هذا فرصة، هي بين الفرصة تطلع، صح؟ لأنه الاثنين مش أصغر من الواحد، خلاص مش حيطلع على الباقي. فوق 1 و10 و1 و6. هنا ايش اكتب؟ ما هي خاص بدنا الفرصه صح، هذا بتساوي. ايش بدك؟ انا لا اشيل 6 و6 اشيل 6 وايش احط بدلهم؟ لا خليها بس واحد. القاعده انه ناخذ اول عنصر بنقارن بناء عليه ولا نروح ايش بيطلع لك؟ نعم بس اول شيء بيطلع، يعني بحط مثلا واحد صح بعده واحد صح انه مثلا 2 و3 جهتين، حط 2 واحد وخلي واحد، حط 2 وجنب وجنب 2 هنا واحد وثلاثة ثلاثة حقيت في حالة تساوي 1 في كيف؟ لا هذه ترو. كيف انا بقول لك انه في حالة التساوي تطلع على العنصر اللي بعده، هجيت الواحد يعني. كيف؟ ايش المصطلح كمان مرة؟ اهندل. في حالة تساوي. اول المثال قبل الاخير 1 و1 طلع فولس. لا هو قبل الاخير هذا فولس. نعم مش بس بتطلع فولس تحت وطلع، لانه هي عنصر وحيد، في شيء يجي يطلع ثاني غيره. اعتبرناها فولس ما كملناش. بالضبط هيك. طب ليش
في الليست الاولانيه كانت صوره ما كملش صح؟ اه وين ما كملش؟ هاي اصلا هذا هذا ما كملش ما فورس. نعم. طب ليش مثلا حطينا واحد ريال ولا واحد اعتبرها فورس وكبره على كما عن الليست الثاني رفع اصغر فورس؟ انت في عندك ثلاث حالات في حال انه اكبر من واصغر من وحاله اليساوي تمام. هاجيت اذا العنصر الاول هل الثلاثه اصغر من الواحد؟ خلاص فيش داعي انه انت تتطلع. طيب هاجيت هنا هل الواحد اصغر من الثلاثه؟ ترو ما فيش داعي انه انت تتطلع على الباقي تمام. هاجيت انه الواحد هل هي اقل من الواحد؟ لا تساويها. طب انا بدي اجي اطلع على التبل بالكامل في حال تساوي العنصر الاول ساعتها بدي اعمل انقل على العنصر الثاني اشوف هل هو اصغر ولا لا. هل العشرة اقل من الستة؟ فولس. طب ايش اصغر من او يساوي؟ ما هو اصغر من او يساوي برضو بيطبقها بنفس المفهوم. لا لانه لما يكون اصغر من او يساوي بيطلع الاولى واحد يساوي واحد صحيح ساعتها خلاص بيطلعش على الباقي. انا لو حطيت اصغر منه وصغر حيطلع 2 صحيح. انا حطيت لك هذه عشان ابين لك اللوجيك تبعه. يبقى اللوجيك تبعه في حال انه العنصر الاول ترو مع العنصر الاول سواء كان عمليه اصغر من او اكبر من فبتطلعش على الباقي وبيطلع. طب في حال كان انه فولس ما بتطلعش على الباقي. طب في حاله التساوي عشان نطبل انت في عندك مالتيبل ايتمز بده يطلع بده ياخذ بعين الاعتبار باقي العناصر هل هي اكبر منه ولا اصغر من او بده يشوف اللوجيك تبعها انه ترو ولا فولس. كنت دكتور ناطق زي ما كنا بنعمل اول اندكس دكتور بياخذ كل هذا نص الاول على الاول الا في حاله التساوي صحيح. بس حاله التساوي بيعتبر على الاندكس بعد. ليش؟ لانه في حاله التساوي انت في عندك مالتب بدك تاخذ التبل بعين الاعتبار كله يعني انه عشان تقارنه انه زي هيك اما غير حاله التساوي اول اندكس بالضبط. سيبك من العمليه سواء كان اكبر من او اصغر من فانت شوف انه انه العمليه ترو او فولس انه خلاص انه على حسب العنصر الاول لكن انه تساوي ساعتها بدك تطلع على باقي العناصر. وايش الفائده اذا كانت شرط؟ الفائده هذه انه احنا لما ناخذ الدكشنري هالجيت ونطلب منه سورت تكون فاهم اللوجيك تبع السورت تبع الدكشنري. لانه في الدكشنري انه بده يكون في عندي بيرز الكي والفاليو ففي حال تساوي الكي ساعتها بروح بتطلع على الفاليو. شفت اللوجيك هذا كيف مفيد؟ في حال تساوي الكي بروح بتطلع على الفاليو لكن اذا كان الكي مختلف عن الكي خلاص بقدر انه اخذ ديسيجن من البدايه تمام. تمام يا جماعة يبقى الآن بدنا ندخل على الديكشنري. صرتوا الآن مهيئين إنه أنت تدخل على الديكشنري. الديكشنري من أهم الكوليكشن عندنا في الانال بي تمام. شو الكونسبت تبعه؟ الكونسبت تبعه انه انت بدك تعمل صحيح بس ايش القصه تبعتها؟ يعني على سبيل المثال انه انا في عندي معلومات على الستودنت بدي احطها كليست. ففي عندك اول حاجه الرقم الجامعي 1/2019 1/1/2 وبعديها الاسم احمد وبعديها الديبارتمنت اي تي. بقول لك يا مبرمج لو سمحت بدي تطبع لي الرقم الجامعي. بقول له ماشي حاضر. يبقى اس تي دي ليست اوف زيرو. بيجي لك بعد شويه بقول لك لو سمحت اطبع لي اسمه.
واقول له الاسم اطلع فوق على الليست الاندكس تبعه واحد. طيب لو كانت انت عندك 14 عمود فكيف بدك تحفظ انت يعني انه شو هاي الاشياء؟ فالحل في ذلك انه انت تتعامل مع البيانات ككي وفاليو، فبالتالي انت بتتعامل مع الديكشنري كليست ولكن الاندكس تبعها بيكون عبارة عن كي. فكيف بتكون تعريفها؟ كيف؟ فبتفتح الاقواس زي هيك. يبقى هنا لاحظ انت عندك هنا هيك، هذه عبارة عن ليست في البايثون، هيك هذه عبارة عن تابل. وهيك هذه عبارة عن ديكشنري. كيف؟ زي ايش؟ الماب. اه لهاش ماب في الجافا. نعم. وزي الجيسون، زي ال شو اسمه الجيسون. اه ممكن تعتبرها جيسون، اكيد انتو كلكم تعاملتوا مع الجيسون. ممكن تحط اي كوليكشن انت بدايها بس بصير نستد ديكشنري، او ممكن تحط كمان نستد ديكشنري، ديكشنري جوا ديكشنري. يعني في واحد بينزل الامان كيف؟ هو قصده انه يعني انه من كتر سهولتها انه بتتعلم يعني في اي مرحله، حتى وهذا كلام انا ذكرته قبل هيك، انه انت حتى لو كان تخصصك تاريخ ولا جغرافيا بتدخل على البايثون بكل سهوله. هذا لا يعني انه انت بتقدرش تسوي فيها شغلات متقدمه، لا بالعكس. مش عارف، ما عنديش علم انه يوتيوب ولا لا، بس في مواقع كثيره موجوده يوتيوب. طيب فالان ساعتها هاي انت بتشغلها زي هيك، شوف كيف شكله. ساعتها انه انت بتقدر تعمل اكسس، بدل ما انت تعمل انه اكسس بالاندكس 0 1 2 فتحول الاندكس هنا لكي. طيب فهنا شوف كيف تعمل له اكسس. اكسس زي نظام الليست بالضبط، بتحط البراكتس بس بدل ما يكون اندكس صار كي بهذا الشكل، فبالتالي انه بسهل عليك بشكل كبير. طيب نشوف ايش في عندي عمليات او دوال للديكشنري. في عندك ايتمز، كيز، فاليوز، وفي عندي الجيت والابديت والكابي والكلير. خلينا نشوفهم بشكل اساسي. انت في عندك دالة الايتيمز. فالايتيمز ايش بترجع لي؟ بترجع لي ديكشنري ايتيمز على شكل تابل كي وفاليو، كي وفاليو، كي وفاليو. فبالتالي كان مهم جدا انه تعرف التابل عشان انه هذا الايتيمز. فبالتالي
ممكن الايتيمز وترجع لك كيز وفاليوز از تابل. في عندك راجع اه عندك الكيز بترجع لك لسته من الكيز والتايب تبعها ديك ديكت كيز بترجع لك اياها از ليست. وفي عندك الفاليوز بترجع لك الفاليوز لوحدك تمام. فبالتالي هيك صار عندك اكسس للكي والفاليو، الكيز لحال الفاليوز لحال تمام. نعم خلينا نشوف كيف ثاني بس انت تقصد انه الفاليو تكون يعني كومبوزيت الكي يعني انه ما بتكررش الفاليو ممكن تتكرر يعني انت بدك انه الكي يكون نيمز نيمز وهذه عباره عن ليست ممكن list of dictionaries list of dictionaries. طيب الآن زي ما شفنا إنه إحنا بدنا نعمل access لشغلة معينة. طيب حكينا إنه هذا الشخص مين هو الاسم أحمد. لما أعمل زي هيك إيش بيصير؟ أبديت. هذا أبديت. طيب لما أعمل زي هيك بحط كي مش موجود بتصير عبارة عن أد. يبقى هذه أبديت. ليش؟ لأنه الكي exists وهذه add الكي فبعد ما ننفذها تعال شوف انت في عندك الكي صار هذا موجود. فتفرق بين هاي الأشياء انه انت عندك موجودة بيصير في عليها update مش موجودة بيصير إضافة. نعم تفضل. طيب أجد في عندك البوب آيتم تحذف آخر حاجة بتسوي شغلتين بترجع كي وفاليو وبتحذفهم فعملت لك ريتيرن وفي نفس الوقت تعال شوفها خلاص صارت مش موجودة صارت مش موجودة بالبوب كيف آخر عنصر. نعم دائما اخر عنصر بوب ايتم اخر عنصر بوب ايش بدك تديله كي بدنا نحذف مثلا ديبت ايش بتسوي بتسوي شغلتين بترجع فاليو وبتحذف الايتم اللي هو الكي والفاليو فهي رجعت الديبارتمنت تعال شوف هنا بطل فيه ديبارتمنت لانه انت اديته كي رجع لك فاليو اما هنا اخر شيء ادت لك كي وفاليو انت هنا مديره كي طيب فاتفقنا هنا انه انت لما فعليا لما ترجع لما تديله بتعمل بوب لك كي
انه مرات بتحتاج تعمل كونسوم للفاليو تبعته انه انت تعملها صم او بروسيس بطريقه معينه، فمن المفيد انه هو يرجع لك اياها. ما دام انت حذفها هي برجع لك اياها، استفدت منها استفدت، ما استفدتش انه يعني ما بيصير شيء معك انه انت اذا ما عملت لهاش كونسوم. طيب ايه نعم تفلسف كيف؟ لا لا هو هو انت 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 بتقصد على النيمينج كونفنشن. النيمينج كونفنشن انت لو على سبيل المثال انت عندك هنا في ريموف وفي بوب، هذه بترجع لكش ولا حاجه، هذه بترجع قيمه، هاي الفرق. تندين بحذفه نعم. هذا فرق. الفرق الثاني انه ريموف بدك تدي له اندكس، بوب الاخر اخر عنصر تمام. هنا في الـ في الـ في الـ في الديكشنري انه انت عندك بوب وبوب ايتم، بوب ايتم عنصر واحد، اما بوب ممكن يكون عنصر واحد او عده عناصر وفي نفس الوقت زي ما قال لك انه بده يفور في وجهك الفاليو يعني زي هيك. هاي 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 مفهوم البوب. هذا كمان نوع من القوة. القوة الأخيرة بتيجي هي بتستخدمها بروح. هي زي هيك يعني. صحيح. تمام. هذا ممكن إنه نشيلها. طيب. حاجات. ممكن الابديت على يعني بالمناسبه انت لازم تكون عارف كيف بيتم الابديت ساعتها انه بتقول هذا الكلام دوت ابديت. نفس الفكره لازم هنا الباراميتر اللي انت تعطي له اياه تدي له اياه على شكل ديكشنري كي وفاليو، فبالتالي نفس الموضوع انه لو كان موجود بعمل ابديت، ما كانش موجود بضيفه. تمام. فهي الابديت زي هيك، فممكن برضو تعمل ابديت لاكثر من عنصر زي هيك انه تضيف عده عناصر قد ما بدك. طيب نيجي الان للجيت. كيف ابند؟ ما فيش، مش موجوده، مش موجوده ضمن الابديت. هو بروح بضيف لك اياها في الاخير يعني. هاي انا ما عملت ابديت، ضافها في الاخر، هاي الادرس ضافه في الاخر. طيب هاجيت هاجيت هنا لو حكينا هذا الكي برجع لي فاليو. طب لو كي مش موجود ايش برجع؟ كي مش موجود زي ايش مثلا؟ برجع لك ايرور. وايش النوع الايرور هذا؟ كي ايرور. اذا بتتذكر احنا حكينا عن انواع الايرورز في البايثون، احنا عندي سينتاكس ايرور، نيم ايرور، فاليو ايرور، تايب ايرور، وهي انت عندك كي ايرور متعلق بالكي. فكيف ممكن انه انت تتخطى الشغله هذه؟ ممكن تتخطى الشغله هذه بالطريقه التقليديه، بتصير تقول اذا الكوليج في الديكشنري، الديكشنري اللي هو اسمه std info، ساعتها بعمل له access بالطريقة هذه، فبالتالي أنا بتجنب الكي ايرور، فما صارش في عندي كي ايرور. هذه الطريقة التقليدية. الطريقة الأفضل إنه أنت تستخدم الجيت.
تديله الكي. فبالتالي هنا فعليا اذا الكي موجود بيرجع لك الفاليو، الكي مش موجود بيرجع لك نان. وعشان انه انت تتاكد انه هو نان بدي احط لك اياها في جمله برنت، برجع nothing. تمام؟ فهذه هو فعليا داخليا بفحص اذا الكي موجود بيرجع لك فاليو، مش موجود اي جمله. لا حيكون الشرط فولس، حيكون الشرط فولس بالضبط، فبالتالي مش حيطبع يس. تمام؟ طيب تشوف تجرب حاجة انه الكي موجود، هاي مثلا اي دي بيجيب لك الباب. طيب يبقى الجيت كتير بتريحك، بدل ما انت تستخدم اكسبشن تعمل اكسبشن هاندلينج او تهندلها بالاكسبشن كما قال الشاعر، او انه تعملها باف ستيتمنت، فبتريحك بشكل كبير. طيب ماذا لو قلت لك انه زي هيك وقلت لك هنا، شو معنات هذا الكلام؟ اذا الكي موجود برجع لك اياه، مش موجود برجع لك الديفولت فاليو. نوت فاوند بالضبط. وهنا انت ممكن انه انت تستخدمها مع الاي دي، كان الاي دي موجود برجع لك اياه، مش موجود بروح برجع لك صفر. هنا في عندي رقم جامعي بنرجع الكاش صفر، فهذه برضو بتريحك بشكل كبير. حنشوف كيف انه احنا نستخدمها. مش موجود الكي برجع صفر بالضبط. كيف لو مش موجود برجع نان زي ما اتفقنا هنا انه وين النان؟ هاي ايش؟ نان nothing. نعم عديك مندلعها نول. اوكي هذا كل ما يتعلق بالديكشنري. فملخص الموضوع، انت عندك في الكوليكشنز اخذت ليست تابل ديكشنري. تمام، هذول الثلاث اشياء الاساسيه، وتوسعنا في الديكشنري لانه حيلزمنا بشكل كبير. فالان بدي اسكر هاد وافتح واحد جديد، خلينا اتاكد انه انا موجود في النوت بوك، وافتح واحد جديد اسمه الفايلز. يبقى 05 هذا ضروري جدا لانه احنا بدنا نتعامل مع تكست فايل بطبيعه الحال، فلازم تكون انه انت عارف كيف انه انت بدك تتعامل معهم. فهنا فعليا في عنا طريقتين للتعامل مع الفايلز. To handle files. الطريقة الأولى read line by line. الطريقة الثانية read the whole file. تقرأ كامل النص. كل واحدة فيها لها ميزات ولها عيوب. تقرأ line by line أنت بتعمل disk IO سطر سطر، والديسك اي او في ليتنسي، فبالتالي بتكون البروسيس سلو. لكن الميزة اذا كان انت عندك الفايل مثلا 7 جيجا 35 جيجا، فبالتالي بتقدر تهندله ان صح التعبير. تمام، فبالتالي انت مش محتاج انه انت تعمل لود للهول فايل في الذاكرة، كل الرامات اللي عندك اصلا كلهم على بعضهم
8 ميجا ولا انكترت او 16 يعني تمام. فبالتالي مش مش حيكون فت في الذاكره. فبالتالي الخيار الاول مناسب لك بس سلو. فبالتالي هو سلو العيب تبعه ولكن مناسب مع اللارج فايلز. اما الخيار الثاني سريع جدا تمام ولكن مشكلته انه اذا كانت انه الذاكره عندك محدوده بيكونش في عندك القدره انه انت تعمل هاندل لللارج فايلز. فحنشوف كيف الطريقتين. احنا عندنا هنا مجلد عندك في الريبو اسمه كوربوس وفي انت عندك هيدلاينز عندك الجزيره سي ان ان يورو نيوز ار تي بي بي سي. بي بي سي عندك ملفين في عندك سمول وفي عندك الملف العادي هذا انه مش سمول. هذا بس مجرد انه تقريبا 400 سطر او مش عارف مش فاكر قديش انا اخذت منه عينه 200 سطر تمام. اما هذاك انه على سبيل المثال انت عندك لارج فايل عندك حوالي 94,000 عنوان يعني انه الاخبار تمام. الار تي برضو كبيره شويه. الار تي عندك 3 كيف هذا كله جديد. هذا كله في شهر 4/2019 كيف لا هذيك الاوساك هذيك قديمه كثير هذه جديده. هذه هيدلاينز هذه عناوين اخبار فقط. اما اللي كانت القديمه البي بي سي انه عنوان الخبر و يعني الخبر كامل والتصنيف تبعه هل هو رياضه ولا اقتصاد ولا ايش بالضبط. هذه كانت التاسك انه تكست كلاسيفيكيشن تقليديه يعني جمعتها في 2010 يعني. اما هاي لا انه بنركز اكثر فيها على الان ال بي نشوف كل التاسك المتعلقه سواء كان نستخرج انماط معينه او اعمل نورماليزيشن او انه اعمل بري بروسيسنج للتكست. هذه على الريبو برضو على الريبو على الجيت هاب موجوده. هذه انا جمعتها من الار تي نفسها ومن البي بي سي نفسها ومن استخدمت كراولر. لو انت مهتم في الموضوع اسمه نيوز بليز 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 مش بليز تمام كيف هذا بايثون. هذه مكتبة بايثون بس انت اديله الويب سايت وهو نعم برجع لك جيسون. هذه المكتبة مش عارف في كونتريبيوتر عاملها يعني بس انه اكثر من واحد يعني شغل يعني انه اكتف وشغالين عليها كويس شغاله كويس يعني. تمام. فالار تي مثلا عندك هاي 1 2 3 عندك 300,000 لاين اوف هيدلاينز. ف يعني في عندكم بيانات ما لكمش حجه تمام. اوكي فناخذ الطريقه الاولى نعمل نريد لاين باي لاين. انا بدي اقرا لكم ملف صغير وبدي اطبع لكم اياه على الشاشه بديش اخذ الكبير لانه حيهنك تمام. فهنا بروح بعرف فايل هاندل تساوي open اسم الفايل. هنا الفايل نيم اف نيم بدي احط لك اياه في ملف في variable مستقل نقطتين اطلع فوق. يعني انا وين موجود حاليا هذا النوت بوك هاي موجود في نوت بوكس هايو 05. فايش بدي اسوي بقول له لو سمحت اطلع فوق وبعديها ارجع على الكوربس. كيف دول مسكرت يعني قديش طول عليك وانا قبل سكرت
فيش مجال تعمل فيهم كونتريبيوشن ولا تطورهم خالص. تمام. كيف؟ لا ريلاتيف احسن لك. ريلاتيف احسن. فهذا السمول رايت كليك هنا وفي عندك كوبي باث. ف باخده هنا هاي كنترول في فهاي يجابه مع الكوربوس زي هيك بس انه انا اوريدي كتبته من النوت بوك. لا من النوت بوك كوبي باث. تمام. فهنا انا بدي له الفايل نيم اف نيم وهنا انكودينج بتساوي UTF-8. هذه الشغلة كتير مهمة خاصة اللي بيشتغلوا على الويندوز لأنه الويندوز باي ديفولت إنه مش UTF-8 اللي هو ويندوز 1000 إنكودينج خاص بالويندوز 1500 غير ال الكارج ريتين واللاين فيد. أنت عندك الكاركترز نفسهم لانه ممكن يكون انه اكيد انت فتحت ويب سايت قبل هيك وطلع معك خرابيش فبالتالي بيكون الانكودينج مش معروض بشكل جيد. تمام. هيك احنا فتحنا الفايل فبدي الف عليه سطر سطر. احنا مجرد فتحنا ما قرأناش for line in f handle. تمام. هنا print line. في شغلة أنا نسيت إنه أنا أحكيها اللي هي السترينج ده يعني في الكوليكشن برضو السترينج بس it's okay يعني الآن بشرحها. كيف؟ أف هاندل هيو هو عبارة عن إنه بوينتر للملف إنه إحنا فتحنا الملف وإنه هاي الإنكودينج تبعه. find not found error. كوربس اسم المجلد غلط. ايش بتلاحظ؟ انه انت عندك سطر فراغ. نعم كان اسم المجلد غلط ما في خطأ في المسار بس. انت عندك سطر فراغ سطر فراغ. شو السبب في ذلك؟ انه انت عندك نهاية السطر اصلا سلاش ان والبرينت اصلا تطبع لك سطر جديد. فالحل انه هو فعليا بتعامل معه as a line of text فبتقول له dot strip. strip انه بالضبط. عشان هيك انه خليني اتوقف هنا وبدنا نرجع للسترينج عشان انه ضروري انه احنا عشان تكتمل الصورة عندك. ف نروح وين على وين فتحوا هنا. لا ما بدناش. نروح على نوت بوكس وبنقول له نيو نوت بوك وهنا بنحكي انه يفترض انه 05 strings Hello, my name is Ahmed and I love Python.
تمام. فعليا السترينج هي عبارة عن list of characters، ففعليا هي عبارة عن list، وزي ما شفنا انه في list انا ممكن اعمل slicing انه انت بتقول له انا بدي الكاركتر زيرو، او انه تقول له لو سمحت انا بدي من الكاركتر الثالث لغاية العاشر زي هيك، تمام. فهي عبارة عن list of characters. ايش ممكن تلاقي فيها؟ هتلاقي شغلات كتيرة، هتلاقي is digit, is decimal, is ASCII, is alpha, is num, is alf, is alnum. اي دالة انت عندك، لاحظ الناming convention، اي دالة فيها is true false. نعم، يبقى هنا عندك دالة lower، شو بتعمل؟ وفي عندك دالة is lower، بتحولش، لكن بتقول لك انه اذا كان سمول او مش سمول. نعم بالضبط. في عندك دالة strip، بتقصقص الوايت سبيس من اليمين والشمال. وفي عندك r strip، r split عفوا، هذه r strip هيها شايفها. وفي عندك l strip، حدا شايفها هاي بالضبط. هذه strip بتعمل right و left، هذه ال strip بس من الجهة الشمال بالضبط. طيب خلينا نشوف ال strip، خلينا انه ال line تبعنا انه اعمل فيه زي هيك، احط فيه، لاحظ انه انت هاي slash n مثلا على سبيل المثال، وانت عندك هنا هاي في slash n و space، وهي كمان سبيس عشان يكون واضح معك، وهي هنا في عندك سبيس من البداية. الآن أنت كلاين بدون طباعة بظهر معك زي هيك، وبظهر لك الكنترول كاركترز هذا وهذا سلاش أم. ولكن إذا عملت طباعة بيطبق الكنترول كاركترز، تمام. الآن شوف اثر شوف اثر الستريب، ايش صار في عندك؟ هاي هنا سبيس سلاش ان سبيس، هذه كلها وايت سبيس طارت من الشمال، من اليمين كان في عندك سبيس طارت، لكن السلاش ان اللي في النص ضايله، يبقى الستريب عندك يمين وشمال بس وايت سبيس ستريب زي التريم، تمام؟ تجاي من مدرسة الجافا. طيب لو انت عشان تشوف الافكت تبع هاي الميثود هتلاقي اللاين زي ما هو، معنى ذلك انه الدالة هادي انه بتعمل in place بتغير على السترينج ولا لا؟ ما بتغيرش على السترينج، بس بتعمل العملية وبترجع لك فعلا. فعشان هيك اذا بدك تاخد يعني انه انت الطب، فبتقول له انه اللاين بتساوي اللاين dot strip، بس عشان تكون يعني عارف انه انت يعني ممكن تقع في هذا التريك، انه انت مفكر انه بس مجرد انه استدعائها بهاي الكيفيه انه غير، فبتحطها في الكود تبعك بتلاحظ انه ما غيرش. فهيك انه بدك انه تاخذ الافكت تبعها، فبدك تعمل اساينمنت، تمام. في عندك داله starts with، في عندك end ends with، تفحص هل التكست هذا بينتهي بشغلة معينة أو لا. starts with إنه بيبدأ بشغلة معينة أو لا. فأنت على سبيل المثال إنه أنت ممكن تفحص إنه هل الكلمات هذه بتبدأ بشغلة معينة ويرجع لك true false. آه بالضبط. بدي أركز لك هذول، أنت في عندك دالة ال دالة الأبر واللور والشغلات هذه كلها أنت ممكن تجربها بنفسك، بس بدي أركز لك على دالة split. فعليا split إيش بتسوي؟
بالضبط على اساس وايت سبيس تمام. فبالتالي هنا انه باي ديفولت انه حيجاب لي كل كلمه لحال تمام. فبالتالي هنا السلاش ان طارت لانه هي مع الوايت سبيس. ممكن اقول له انه لو سمحت بدي اعمل سبليت بس بدي احدد الديليمتر تبعي سلاش ان. فبالتالي حيقطعها لجزئين لانه انا في عندي هنا سلاش ان بدي حرف معين مثلا. ممكن تدي يعني ممكن تدي له كوما سيمي كولن تاب اللي بدك اياه او عندي الاد لو بدك تقطع ايميل فزي هيك تمام. فهي الفكره في الموضوع. في كمان دكتور سؤال بقول لك يعني اسم الستريب لو ممكن نقطتين صفر يعني ممكن في المقابله تبعت ان اللي يسالوني اياه يعكس الستريب. هو سؤال قبل ما اروح بقرا المقابله هو يعني لا نقطتين نقطتين ايش؟ مش انت بتقول واحد نقطتين نقطتين واحد نقطتين بس بعدين من الى بقول لك مثلا واحد نقطتين نقطتين واحد فبيعكس كده مقابلات ايش هاي؟ بقول لك كل مقابله بايثون بروح حكيت انا لو طلبت منك انه انت تلف على كل الكلمات وتجيب لي الكلمات الكابيتال ببساطة انه for word in line dot split قول له انه if the word dot is upper print word فاجاب لي بس الاي انه فعلا هي الكلمة اللي كلها أبر كيس. لو قلت لك إنه أول حرف منها كابيتال أنتوا الاثنين ما تقعدوا جنب بعض تاني. هو مصيب أنت يعني هو اللي بيستدرجك أنت مالكش دعوة. Start with the book. Okay. هيك صار في عندك يعني انه فكرة عن السترينج. ممكن نرجع هنا للفايل عشان هيك انه صار واضح بالنسبة لك ليش احنا عملنا strip. شلنا السلاش ان من البداية وبرضو لو السطر فيه سبيس من البداية انه بيشيل لك اياه زي هيك. ممكن تكون كاركتر او سبسترينج بسيط جدا ابسط مما تتصور. عندك انت از ابر يبقى هنا نعم. وهنا بدنا نغير السترينج هو هذا وين عم بدي احط احمد افترض يرجع لي احمد واي صح. فكتير مرن انت عندك الموضوع راح السطرتين ايش السطرتين مورزيو اول حرف من الكلمه في شغلات لسه كتيرة في السترينج يعني انه انت ممكن انه انت تجربها يعني فممكن انه تعمل براكتس عليها. طيب نيجي للنوع الثاني
نحن هنا بدنا نقرأ الملف دفعة واحدة. فبالتالي بقول إنه text بتساوي open اسم الملف موجود فوق f name مع المسار تبعه. وهنا طبيعة الحال الانكودينج لازم أحدده. دوت ريد هيك قرأ الملف كله في الذاكرة وصار كله مخزن في الفاريبل تكست. فالآن التكست هذا ممكن تظهر أول 100 كاركتر منه زي هيك. فبالتالي كله موجود أنت عندك في الذاكرة. تمام؟ طيب احنا بدنا نعمل نوت بوك جديد وبدنا نبدا نطبق هذا الكلام كله على الاخبار انا عندي. ف بروح اعمل نوت بوك جديد وهنا بنسميه اكسبلور 07 اكسبلور كوربس او كوربورا. طبعا كوربورا هو جمع كوربس سينجولار. فايش بدي اسوي؟ بدي اروح هنا واخذ مسار كل وحده. فهنا بي بي سي او جي اس سي فايل بتساوي كيف؟ انه احنا بدنا نستكشف هدول، انه بدنا نقراهم، بدنا انه نعد الكلمات فيهم باستخدام الدكشنري. فبالتالي بدي استخدم الفايلز وبدي استخدم الدكشنري. ففي عندي شغله يعني انه معروفه في الكوربورا انه او في الكوربس انه انت تعد الكلمات وتشوف الكلمات الاكثر شيوعا وايش الدلاله تبعتها والكلمات اللي ذكرت مره واحده وتشوف ايش الدلاله تبعتها. فحاخذ هدول تمام كلهم ونشوف ايش بيطلع معايا في البي بي سي وايش بيطلع معايا في الجزيره. شوف البي بي سي ايش الكلمه الاكثر تكرارا، ممكن تكون بيحكوا هم بتفزلكوا في الديمقراطيه مثلا على سبيل الجدل يعني. تمام، ممكن انه في الار تي بيحكوا عن الفودكا اكثر شيء في الاخبار تبعتهم مثلا جدلا. فبالتالي انه لا بتدي لك انطباع انه انت يعني بتحلل اللغة هذه. بعديها حنشوف نطبق النورماليزيشن ونشوف ايش اثره على الكاونت. حتلاقي انه الكاونت تبعك اختلف بعد النورماليزيشن. تمام، فتاسك تبعت النورماليزيشن زي ما انا وعدتكم، بس انا يعني كنت مستني مش ناسي يعني. انا كنت مستني بس انه نعديكم الفايلز وكيف انه انت تقرأوا ال 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 الكوربورا او الفايلز، وانه انت تشوف تطبق النورماليزيشن وتطبق نفس الكلام اللي انا بعمله الان وتشوف ايش اثره على الموضوع. داكورد، اوكي داكورد. فبدنا ناخذ الباث تبعه هذا ونحطه هنا. كيف؟ خد وقتك، خد 5 دقائق بالضبط. ما احنا حكينا جيب قهوة لك معك. فا اوكي، عبر ما انا يعني بكون انه انا حددت اسماء الملفات CNN. كيف؟ ان شاء الله 5. كيف؟ لا لا لا، انه يعني ماشي حناخذ فيها وقت يعني، بس انه نصف ساعه كافي لها.
نعم نستكشف هدول الكوربورا مجرد انه انت تجهز المسارات تبعتهم. لاحظ النيمينج كونفنشن انه تستخدمه بشكل جيد، جي اس سي فايل، سي ان ان فايل، يورو فايل، ار تي، بي بي سي فايل. طبعا عشان انه انت تعمل الكود تبعك موديولر، انه بتعرف فانكشن بدل ما انت تعيد الكود كل مره، انه بتسمي فانكشن. بالمناسبه خلينا نحكي على تعريف الدوال في البايثون، انه انت ديف اسم الداله الارجمنتس نقطتين، وهذا البلوك كله تابع للداله. فهي تكست اوبن، هنا يفترض الفايل نيم، وهنا الانكودينج، هنا ريد قراها كلها في الذاكره، وهنا سبلت قطعها، وهي ريتيرن للتكست بهذا الشكل. فهذه تعريف الداله تمام. وهنا هي حملنا جي اس سي كوربوس او الجزيره، وهنا شوف اول 10 كلمات. دائما اتبع الاسلوب هذا ان انت تشوف اول بيانات انت عندك، لانه انت عندك لو بدك تشوفها كلها كثيره كبيره، فبالتالي شوف اول 10 بيانات بتتاكد انه الكودينج صحيح تمام. لا تتعود دائما ان انت تشوف بعينك انه اول 10 عناصر، اول 5 عناصر من الداتا سيت تبعك. ملف واحد، ايش هو الجزيره؟ ملف واحد، كل سطر عباره عن خبر بالضبط. ما الفايل هذا ايش؟ عنوان. هاي بدك تشوفه، هاي الجزيره، هاي قطر تشتري حصه بشركه شيل، عنوان قصير، مجلس الامن يبحث طلب فلسطين، بلاتر العقوبه ضد السودان عادله، بريف. نعم ماخذ 10 هو 5 كلمات، هو كل 5 بالضبط. هنا اول 10 كلمات انا قطعت، انا هنا قطعت، هنا قطعت تمام. فهنا انه لما عمرت ريتيرن للتكست، التكست هذا عباره عن كلمات، فبالتالي اول 10 كلمات. هنا هي قطر لوحدها تشتري حصه بشركه شيل، هذول كلهم 10. كيف ما ادكاش اي دلالة؟ احنا بس مجرد حملنا، ما عملناش ولا حاجه، بس 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 تمام. طيب الان احنا بدنا نعدل الكلمات. الان عدل الكلمات ممكن برضو انه يعني نكتب له كود، وبعد هيك ممكن ننقله للدالة عشان انه احنا الكود هذا نستخدمه في بقيه الكوربورا. نعم خلاص احنا NLP بدنا نسميها كوربورا تمام. كوربوس كيف؟ لا كوربوس، كوربوس باللاتيني يعني جسد تمام. وفي اللينغويستكس معناها انه لينغويستك داتا، ممكن تكون تكست او سبيش، لانه هي بتمثل جسد اللغه طبعا، بغض النظر عن قديش ريبريزنتيشن تبع انه هل هذه الكوربوس هي بتمثل كل اللغه العربيه. طبعا لا، طبيعه الحال لا، بس انه يعني بتمثل اللغه نوعا ما زي هيك. طيب الان احنا بدنا نعد الكلمات، فبالتالي افضل طريقه للعد انه احنا نعرف ديكشنري، والكي بيكون هو عباره عن الكلمه، والفاليو بيكون عباره عن تكرار الكلمه. فبالتالي هي وورد كاونت بيساوي ديكشنري فاضي، بنلف على الكلمات for word in GSC. ايش اللوجيك؟ اذا الكلمة موجودة احنا اتفقنا انه لما اعمل الword count of the word، اذا كانت موجودة بيصير update، ما كانتش موجودة بيصير اضافة، صح؟ فبالتالي بقول اذا كانت الword موجودة في الword count، وإذا أنت naming convention أنت بتكون مرتاح أكتر مع هذا word dict تمام، ساعتها إيش بسوي؟ إنه الفاليو اللي هنا بدها تساوي أو plus equal 1، الكاونت اللي موجود زود عليه 1، الفاليو اللي موجودة زود عليها 1 تمام. else إيش بيكون؟ كلمة مش موجودة لسه، فبتقى امدى لف كلمة كلمة.
أول كلمة استضفتها مش موجودة في ديكشنري ضيفها وخلي الكاونت تبعها واحد. فبالتالي هنا هذا الكلام واضح اللوجيك؟ خلينا ننفذه. وهنا دوت ايتمز وهنا بدنا نعمل له كاست لليست وهنا بدي اجيب اول 10 هيو بلاتر 33 العقوبه 3 ضد 1400 فبالتالي الكي وورد الوورد عباره عن كي والفاليو اللي هو تكرار بهذا الشكل. كيف؟ الكود؟ كيف؟ أنا ما جبتش كل الكاونتس، جبت الكاونت لأول 10 كلمات. بالضبط، حسب للكل بس أنا عرضت بس أول 10. كيف؟ آه طويل طويل جدا، آه. لا مصح صح ما لا مصح صح الكود نعم هكذا إذا كانت الكلمة فيش فيه ولا حاجة إذا كانت الكلمة موجودة في الديكشنري معنى ذلك إنه هذه العملية هي عبارة عن عملية أبديت بروح بجيب الفاليو بلس 1 بس يعني بالنسبة عشان ممكن عشان ضاف كلمة ومعها الفاليو نفس الضرب يعني ضاف الكلمة وزود الكاونت لا هذه مش إضافة هذه أبديت لا هذه ولا تحتيها برضو أبديت لا هذه إضافة هذه أبديت تمام هو لما قطر 1618 نعم كل ما لقى قطر زاد واحد لقيت أول مرة قطر طلع مش موجودة في الديكشنري ضافها وحطها واحد يبقى هذه سطر ستة هو اللي تنفذ اللي هو الإلس ستة تنفذ تمام المرة الثانية لقى قطر كمان مرة موجودة لقى الكاونت تبعها واحد زود عليه صار اثنين زود صار ثلاثة أربعة لغاية لما صار 1618 يعني الحركة هذه الإلس الورد ضاف مرة واحدة أول مرة وحط الكاونت كمان واحد بالضبط مش باين انه حط كاونت يعني بالعين يعني مش ما احنا اتفقنا يعني احنا لما انت بدك ترجعنا تاني ليش لا فعلا احنا اتفقنا انه انه هنا هذه ابديت لانه الكي اكزيست وهذه اد لانه الكي مش موجود فبالتالي قطر مش موجوده فالعمليه هذه حتكون انه الورد ديكت اوف قطر بتساوي واحد اذا عباره عن عمليه اضافه اللي هي هذا السطر فبالتالي وورد ديكت اوف قطر بتساوي واحد تمام موجوده وورد اوف قطر ايش بترجع الفاليو اللي موجوده قديش مرت عليك قبل هيك سبعة ثمانية عشرة واتيفر إيش بيسوي بيزود عليها واحد بتصير سبعة صارت ثمانية أوكي واضح يا شباب مفهوم خلاص طب إيش رأيك أخلي لك إياه single line of code لما مش مظبوط آه. طيب هاجيت هذا الكلام هيو موجود لك فور ريفرنس يعني انه انت اللوجيك هذا صار مفهوم وهيو هنا بدي اقول لك هي اد وهذه هي كومنت انه هي ابديت تمام اي فانكشن
ماشي، بس في بعض الشغلات انا هطلبها منك انت بتطلب مرونه، بتحتاج انه انت الديكشنري، فلازم تكون فاهمه. انت في عندك في الكوليكشن في عندك مكتبه اسمها الموست فريك او الورد فريك، فهذه هي من حالها بتعد لك الموست فريكوينت ووردز. بس انا هنا انه انت بتدي لك مرونه اكثر. هجيت هاي عرفنا الديكشنري، وهنا بدنا نلف فورورد ان جي اس سي، واقول له هنا الوورد ديك ديكت اوف الوورد ايش بتساوي؟ الوورد ديكت دوت جيت وورد زيرو بلس وان، وخلاص نفذ هذا الكلام. لا لسه في مكتبة تانية جاهزة، أنا فكرتك تقصد عليها. وهي أول عشر كلمات نفس الكاونت ولا لا؟ 1616 فلسطين قديش؟ 264. بس إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ هذه الجملة راجع الكاونت، وإذا مش موجودة بصير واحد. واضح؟ هذه أوضح؟ الكلمة هذه موجودة برجع الكي تبعها وبزود عليه واحد، مش موجودة برجع زيرو زائد واحد واحد، وبتصير عملية إضافة بهذا الشكل. فبالتالي هذا كلام انه انت عندك هي سطر 2 3 4 اختصرتهم في سطر واحد. كيف؟ كومبريهنسيف ليست. ايش هي اللي يعملها في كومبريهنسيف؟ تحطهم في الاري وتخلي الاري هي اللي ترفعهم كمان السطر. ما هم في اري، هذه الجي اس سي احنا لما عملنا سبليت هنا هي عبارة عن ليست. هاي جبنا أول عناصر، هيو هاي جوس البداية إنه زي هيك، وهيو بلف عليهم واحدة واحدة. طيب عقيت هذا الكلام إحنا بدنا نعرفه في دالة عشان إنه إحنا نطبقه على كل الكوربورا، فبيصير إنه هذا الكود عندك زي هيك، وهنا ديف count word count دوال لازم تكون verb phrase، فبدها تصير عمل variables name phrase أو noun phrase. فهنا count words إيش بياخد؟ بياخد word list. لا هنا القراءة عملناها في دالة لحال، نديله اسم الملف، رجعت لي list of words. تمام؟ هاي جي اس سي بتساوي load corpus. هجيت الكاونت ايش بديله؟ word of list او list of word. و فهنا بدها تصير زي هيك، بعد ما خلص برجع الديكشنري. توتين وين؟ طيب بدنا نعيد هذا الكلام. بدي ارجع احمل يعني هنا انه ايو جي اس سي كاونت بدها تساوي كاونت ووردز ودي له جي اس سي. ووردز
ونشوف نتأكد إنه الأمور تمام ولا لا، برضو نستدعي نفس هذا الكلام. قطر 1818، فلسطين 264. طبق هذا الكلام للبقية، خلينا نطبقه هنا. فأنا إيش عندي؟ CNN count بده يساوي أعمل call لل function جوات function، ف count words load corpus ودي له CNN file. كم واحدة عندي؟ CNN BBC RT Euro News. هذا RT file، هذا BBC. لو بدي اشغلك معي كومبايلر في البايثون، هذا RT وهذا يورو فايل، على ما اذكر كان اسمه يورو فايل. في واحدة مش شو اسمه، هاي هم كلهم تمام. طيب ساعتها باجي بقول انه والله في الجزيرة .get فلسطين 264، أما البي بي سي، أما الار تي، أما اليورو، واضح شو معنات الورد فريكوانسي؟ انه انت تتطلع عليها بالضبط. اوكي، فبدون تعليق على الموضوع اكثر، واضح صار انه لما يكون في عندك منشن لكلمه معينه انه في شو اسمه، انه في تغطيه اكثر على الموضوع هذا، في اخبار اكثر من اخبار ثانيه كورد فريكوانسي، بغض النظر انه قديش هو بوزيتيف قديش نيجاتيف، هذا لسه تاسك ثانيه. طيب بدي اشوف في الجزيره ايش اكثر الكلمات تكرارا. احنا لما شفنا هيك شفنا هذا الكلام بس مش مرتب، هذه 1618، هذه 1400، هذه 141، 69، 417، مش مرتبات، بدي ارتبهم. فبدنا نرجع نعمل سورت، والسورت تبع الدكشنري بدي اعمل سورت لكيوف لتابلز كيو فاليو، عشان هيك اديت لك الكومباريزون في التابل. فبالتالي في حال تساوي اول عنصر بده يطلع على العنصر الثاني، تمام؟ ف ممكن انه احنا نعمل سورتد ل GSC count dot items. وهنا بدنا نجيب أول 10. فإيش جاب لي؟ جاب لي إنه وين the frequency؟ عفوا، هو رتب حسب الكي. فبالتالي انت عندك رتب ارقام، وبعدين هنا عندك حرف الالف، تمام، الف يعني هنا الف مادة، وبعدين عندك حرف الالف همزة تحت، وبعديها باء، وبعديها راء، زي هيك، تمام. انا ما بديش هذا الكلام، انا ايش بدي؟ فاليو بالضبط. فبدي اياك تصحصح معايا كويس. كيف؟ حسب الفاليو.
فكيف نعمل هذا الكلام؟ sorted. وأقول له رتب لي لو سمحت هذه الليست، هذه الليست إيش بدي أعبي فيها؟ في كي فور كي في ان جي اس سي كاونت دوت ايتمز. لا لا انا بقول انه طفيت. طيب وهنا خلينا نظهر اول عشرة. هنا انت عندك هاي واحد اثنين 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 تمام شغال تمام، بس بدنا ريفرس. هذا الكلام وين بتحطه؟ هاي زي هيك كوما. هذه في دالة السورتد، خلي بالك شايفة وين عامل هايلايت انت عندك الكود. ريفرس بتساوي ترو. ريفرس هدول كي فاليو هجت عشان تكون الامور واضحة عندك. ما نهاني جاي لك طول بالك علي. طيب هجت هنا الهاي دوت ايتمز ايش بترجع لك؟ اتفقنا كيو فاليو صح كتابلز، فانت ممكن تعمل اتريشن عليها. فبتقول 4k v او هاي كي فاليو ان، وعشان انه احنا بدناش نمشي عليهم كلهم بدي اعمل كاست للليست عشان اقدر اعملها سلايسنج. هنا الكاستنج انت بتقدر تعمل عليهم اتريشن بدون ما تعمل كاست للليست، ولكن انا بعمل كاست للليست عشان اعمل سلايسنج انه انا بدي اول عشر عشان طويله الليست كتير. تمام. وهنا بدي اقول لك print key value. هذا انت عشان عندك عربي انه اظهر انه زي هيك، فهاي الكي وهاي الفاليو كي فاليو. ايش رايك انه ناخذ برضو بالمره داله الفورمات؟ فبقول هنا لو سمحت اطبع لي string في السترينج هذا بدي اياك تاخذ انه تطبع لي كلمه كي نقطتين هاي اول string سلاش تي فاليو نقطتين ثاني string دوت فورمات. يعني الكي راح تروح للقوس الاول والفاليو راح تروح دالة فورماتنج للسترينج. اكيد مرت عليك في لغه برمجه ثانيه زي البرنت اف بالضبط. نعم يلا. فبصير هنا الكي قطر والفاليو كذا. شايف انه انا عندي هنا ما فيش سبيس، ممكن اضيف السبيس الكي تشتري هاي الفاليو. تمام. فهلقيت صار عندك for key value in dictionary dot items صارت واضحة بالنسبة لإلك. هنا key v رحت عكسته v k فصار هيعمل sort على أساس الفاليو مش على أساس الكي وهو المطلوب. فهنا جاب لي اياهم حكينا انه ريفرس بتساوي ترو. هيك بصير انه واضح جدا انه انت عندك احرف الجر تكون مستخدمه اكثر شيء. واضح في يعني من الطبيعي في اي لغه انه يكون عندك تكرار الفي من على انه كثير. تمام. هاجت مصر لا هنا في اشاره معينه واحنا بنحكي عن الجزيره والكلام هذا متسجل فواضح الامر. تمام. فتفوقت حتى عن احرف الجر ففي شيء ابنورمال. تمام. وبعديها هنا بعد احرف الجر اخبار وضع يعني طبيعي جدا يكون في عندك مقتل للاسف. هذا الجزيره تعال نشوف وين ننطبق هذا الكلام وين. ايوه
نعم sorted هذه built in function في البايثون. تمام sorted اديته ليست وين بدايتها هاي وين نهايتها هاي. ايش عبيت في الليست هذه؟ تابل برجع هيو كيو فاليو فرضتهم بترجع كيو فاليو. فاكر لما احنا عملنا الجمع بين تو ليستس قلت له اجمع لي الاي والبي فور اي كوما بي ان زد اي بي. هنا نفس الكلام هنا كيو فاليو ان الديكشنري هذا دوت ايتيمز وهنا عكس بدل ما عملت جمع انا بديش اجمع رحت حطيتهم في تابل وايش عملت عكستهم مش مهضومه لا انت حولت القيمه مطرح الفاليو والفاليو مطرح نعم يعني بس هي نفس شكلات الكي والفاليو صحيح بس هو بالنسبه لي لسه مش مهضومه وهي حطيناها في دالة فورمات انه هاي الكي قطر والفاليو. طيب ايش رايك انه نعكس هنا فهنا بده يصير فاليو كي وهنا واحط لك فاصل عشان انه ريدابل اكتر هاي الاوردر الطبيعي هاي المعكوس لاول اتريشن احنا بس عملنا لاول عشرة تاني واحدة هاي الاوردر الطبيعي هاي المعكوس عشان الصوت بترتب حسب الكي مش احنا اخذنا في التابل انه الكومباريزون بتطلع على اول عنصر في حاله تساوي بروح بتطلع على الثاني بالضبط بالضبط انا بدي الفاليو انه هي تكون اول عنصر انا عندي في الطبل عشان هيك عكسنا تمام هجيت هنا 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 لما كان مش ريفيرس هاي هذه بدي اشيلها لانه نقطه مهمه ثواني انا شلت جوست زياده فهذه خلي سبيس زي هيك وهنا لاحظ انت عندك اثنين وهنا اثنين اثنين تساوي اول عنصر في الطبل ساعتها ايش بروح بتطلع على العنصر الثاني العنصر بطل هنا ديكشنري صار تابل خلي بالك هنا بطل ديكشنري صار تابل فساعتها بروح برتب ابجدي هنا في عندك حرف الباء وهنا في عندك حرف اللام الفابتك اوردر بهذا الشكل تمام نشوف هذا الكلام لمين ممكن نحن نعرفه في دالة أفضل فبصير def most common أو frequent words وزي ما اتفقنا انه نتفق مع النيمينج كونفنشن انه الداله بتسوي اكشن فبالتالي الناون تبعها لازم يكون فير فريز هنا ايش بدنا نديها نديها ديكشنري لا ديكشنري ديكت كلمه محجوزه ف شنري تمام ونعمل return
لهذا الكلام وهنا بس، وهنا رجع كله. لا هناك بتعمل سلايسينج زي ما بدك. طيب هنا نجرب GST count وهنا نقول له 10. نجرب هذا الكلام مع مين؟ BBC count في على من عن مقتل order طبيعي تمام إلى مع بعد. بتلاحظ إنه مقتل إنه تجاوزت أو إنه هي في المقدمة مع الستوب ووردز. لسه هذا إحنا حناخدها أحرف الجر تعتبر من ستوب ووردز. فبالتالي هنا إنه طبيعة الأخبار أو إنه الهيدلاينز إنه زي هيك. لاحظ إنه سوريا من التوب فريكوينت أو الكومن ووردز في البي بي سي. بركز هذول بيركزوا على مصر وهذول بيركزوا على سوريا تمام. خلاص يا نشوف ار تي كيف وضعها. في من على عن الى روسيا نقدر نعتبره طبيعي نوعا ما. بعد مع بعد الروسية السورية ماشي يعني ماشي ما هو ماشي ما انت 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 شوف اي وكاله يعني وكاله انباء تابعه على شو اسمه وكاله الاناضول مثلا. رئيس الوزراء التركي راح ورئيس الوزراء التركي اجى مش عارف الرئيس مش عارف ابصر ايش عمل. في شويه تركيز على اخبارهم المحليه نوعا ما مع انه هي وكاله انباء عالميه تمام. خلاص ايش ضايل عنا سي ان ان. شوف الامريكان ايش في من على عن بعد الى داعش. طبعا هذا كلام واضح جدا يعني بدون تعليق يعني تمام. هنا لي سي ان ان انه صرح على سي ان ان كذا متكرر كثير مع هل انه في عنده كثير من الاخبار. لا مش بساله كثير. في انت عندك نوع من انه جذب الانتباه في عناوين الاخبار انه هل مش عارف ابصر ايش كذا يعني انه زي هيك. شو ضايل نشوف اليورو نيوز. في من الى عن على الى شاهد هذه كثير مستخدمه في جذب الانتباه. شاهد بالفيديو قطه تقفز من مش عارف ابصر ايش عشان انه انت بس تدخل وتشوف تمام. بعد عن ترامب هذه يورو نيوز تمام. فمركزين مع ترامب والسعوديه تمام. شايف كيف اهتمام كل واحد منهم. طيب لو اجينا للعكس انه احنا جبنا الكلمات اللي تكرارها بس ذكرت مرة واحدة في النص. الكلمات اللي مذكورة بشكل متكرر في النص لها دلالة انه شو طبيعة التركيز على المواضيع. يعني مثلا بتلاقي انه هدول بيركزوا على الديمقراطية، هدول بيركزوا على داعش، هدول بيركزوا على الإرهاب، هدول بيركزوا على دولة معينة. لكن الكلمات اللي تذكر مرة واحدة هذا المصطلح اسمه هيباكس ووردز. فهي هيباكس ووردز الكلمات اللي كانت تكرارها مرة واحدة انت عندك في الكوربوس. برضو هذه في لها دلالة معينة انه لما يكون في عندك تكرار لانه المصطلح هذا او الكلمه هذه لمره واحده معنى ذلك انه هذه كلمه فريده من نوعها وقد يكون في لها دلالات معينه بدنا نشوف انه احنا نستكشفها. فكيف بدنا نجيبها؟ انه من ماينس 10
للآخر. بدل ما احنا نعكس السورت بصير نلعب في السلايسز، انه بنبدأ الاندكس من ماينس 10 للآخر. هذا الكلام لمين؟ ليورو نيوز. فانت عندك هنا 777 50 5 ارقام، فبتاخذ اكثر. هذه ما لهاش دلاله، بتاخذ اكثر 20. تمام. فعندك هنا فول ريو جالاكسي، معقول الجالاكسي يعني بس حكوا مره واحده؟ تمام. جي ار يو اقوى، جي 5، اف بي اي، معقول مره واحده؟ تمام. بالضبط. يعني ممكن انا اجي طبيعه السؤال انه ايش البروسيجر اللي من خلاله تقدر تحصل على وكالات الانباء اللي ذكرت سوريا لمره واحده، او ذكرت مثلا خبر معين مثلا لمره واحده، او زي هيك. زي هيك ممكن، وممكن انه منه ما فيش اهتمام في الموضوع هذا، او ممكن يكون انه مصطلح. لاحظ انه وكالة انباء تانية زي مثلا بدك الجزيرة، فهاي المواضيع غطوها مرة واحدة يعني مثلا. تمام. الصراع ف يعني هي وكالة أنباء، يعني إنه مش عارف يعني أوكي، يعني هذه ممكن تكون من الأخبار اللي يعني صحوة. طيب شوف لي، بدنا نشوفهم كلهم. آه طبعا نستكشف الموضوع. إيش داير أرتي؟ أرقام، في عندك هنا اللقطات ترانس، إشي غريب عن هدلاك، ممكن تأخذ هنا أكثر. في دايل واحدة CNN شفناها، CNN BBC. هنا عبارة عن هاشتاكس عندك في CNN. إيش يعني هوشة؟ طوشة. نفرتيتي، ليش قتلوه؟ أوكي، هذه هاشتاج بايكوت بيونس. بيونس هذه مغنية؟ بيونس؟ آه. أوكي. في اوكي. هذه انت ممكن تعملها نورماليزيشن، انه انت تشيل الهاشتاج فبالتالي ممكن يطلع معك انه كلمات اخرى. نشوف اخر حاجه البي بي سي. عاوز اهاجر، عادل الجبير يهدد اوباما، مستغل للاطفال. هذه كلها يبدو انه هي تغطيه لهاشتاج. مش في عندك حاجه اسمها بي بي سي ترند؟ بي بي سي ترند، في بي بي سي ترند. ايش بروح بحكي عن انه بحكي على الهاشتاجز المتداوله اكثر شيء، وانه زي هيك. فبالتالي هاي تكرارها مره واحده، واضح انه يعني طبيعي انه تكون تكرارها مره واحده لانه خلاص بغطيها مره واحده. بس عناوين، صحيح، انه هاشتاج كذا منتشر في كذا، يعني انه زي هيك. طيب هكذا حيكون مطلوب منكم ان شاء الله انه انت تكرر نفس هاي العمليه. تمام. بس بعد ما تعمل نورماليزيشن للتكست بيختلف معاك الكاونت، لانه على سبيل المثال لو كان في انت عندك انه هذه الكلمه وراها كوما، بالضبط. لا هذا مورفولوجي، انه بده يكون تطبيق المورفولوجي اللي هو تصريف الكلمه، انه بده يكون في عندك الالف واللام. لكن النورماليزيشن
انه على سبيل المثال انه هنا عندك كلمة انه رخصة رخصة هاي كلمة تمام؟ لا لا برضو انت مركز على المورفولوجي و عشان استنى عشان انه انا عندي مش عارف اسوق على انا عشان النص عندي هيو انجليزي تمام وهاي الكلمة هذه إلها كاونت وهذه إلها كاونت لحال فالحل إنه أنت عندك في التنميط إنه أنت إيش تسوي تروح تقول إنه هذه يفترض إنه تتحول ل نفس هذا الكلام ولكن في سبيس فبالتالي بيصير ماتش بين الرخصة هاي والرخصة هاي والفانكشن نورماليزيشن تمام اللي هو مورفولوجي مورفولوجي تصريف تنميط النص كذلك الحركات إزالة الحركات بالضبط يعني مرحبا مع تنوين ومرحبا بدون تنوين لما تعمل لهم نورماليزيشن بتشيل التنوين فبيصير انه ماتش نفس الاشي وبدك تستخدم الريجولار اكسبريشن في هذا الموضوع تمام فانت الان صرت تكنيكالي قادر انه انت تسوي الشغله هذه تمام يعني علامات الذهول على وجهك يعني فانت تكنيكالي الان انه محاضره النورماليزيشن المحاضره الماضيه وانه انت كيف تقرا وتجيب الكاونتس جيب الكاونتس قبل النورماليزيشن وبعد النورماليزيشن وبدك تشوف ايش الاختلاف ونفس الفكره جيب الموست فريكوينت والليست فريكوينت انه تحاول انه انت تعملها عندك في يعني كاساينمنت نعم بالضبط اه يعني مثلا استبدال انه انت كل ما تلاقي بانكشويشن انه زي هيك يعني انا ممكن اكتب لك اياها يعني هنا انه يعني انت عندك import re وهنا بتقول re dot substitute او replace كيف ما خدناش normalization ماشي ما انت بتعمل هنا على اساس انه regular expression بتقول له كل ما تلاقي اي عنصر في الليستة هذه يعني مثلا علامة استفهام تعجب علامة استفهام لازم اعملها escape تعجب مثلا نقطة برضو النقطة لازم اعملها escape بدك تستبدلها بايش انه ضيف space slash واحد اللي هو الماتش الفيرست ماتش انا عندي الكلمة نفسها وكمان space تمام حكيت انا بتمنى انه الانترنت يشتغل معايا نعم كيف هاي الداتا سيت هذه لا انت بدك تشتغل على الداتا سيت هذه موجوده عندك على الجيت هاب هيني بدي ادي لك اياه سهلة على الاخر يعني انا بدي احطكم على على المحك الصحيح يعني نعم لسه ما سخنتوش
هاي زي هيك. فالآن أنت عندك بتقول له إنه لو سمحت اعمل لي سبستيتوت هاي مثلاً اللاين، اللاين بتساوي رخصة قيادة، رخصة علامة استفهام، وهي كمان رخصة مع نقطة، وهي كمان رخصة مع علامة تعجب. هدول يفترض انه التلاتة يستبدلهم انه يوسع البنكشويشنز. فهنا انه بنحكي انه line بيساوي line dot substitute substitution. انا ما كنتش يعني فاكر السبيلينج صحيح، تمام. وهنا بنديله line. طبعا هنا معناته انه هذا كلام انت مر عليك سابقا، انه انت بتقول له اي حاجه ضمن الليست هذه، الار معناها regular expression، اي حاجه ضمن الليست هذه ايش بدك تسوي؟ انه حيكون في لها ماتش، الفيرست ماتش سلاش واحد، سكند ماتش سلاش اثنين. انا احنا بدنا الفيرست ماتش، ايش بدك تسوي فيه؟ انه نفسه هو بس استبدله سبيس قبل وسبيس بعد، تمام. هاي هذا الكلام اللاين، شفت؟ فهي علامة التعجب. هذه البنكشويشن العربية مش موجودة هنا لأنه هي معكوسة. فهاي وهاي كمان مرة هيك بصير ماتش لهاي وهاي وهاي وهاي. هاي هنا تك، وهنا بنقول انه line.count 4. لا بدي انا اعمل dot split dot count 1، لانه انت فعلا عندك بس رخصة واحدة انه بدون يعني هنا اشوف السبليت تبعها كيف. هاي هذه، هاي هذه بنقطة، هذه بعلامة استفهام، وهذه بعلامة تعجب. الآن بعد ما عملت normalization هنا وتطبق الكاونت للرخصة 4، هذا مثال. في عندك مثال الأحرف المكررة، في عندك مثال الحركات برضو بدك تحطه في نفس هذا الليست، يعني انه واجب انه هو براكتس اكثر ما انه هو واجب، وما فيش فيه يعني شيء، تمام. على الجبتر بتجي فيه علامات يعني ايش هو عيني بحكي لك اياه. بعت لي ايميل برقمك الجامعي وقول لي بس عشان اضيفني على الان ار بي عشان اعرف كيف. قول له بعد ايميل مقصود ضيفني على كورس الان ار بي. اوكي، على اي داتا بدك تستكشف هذا الكلام؟ على زي ما انا سويت على كل الداتا سيت، وتشوف لي كيف. تسجيل الفيديو موجود والجوبيتر تبعها موجود، تمام. هاي 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 سيف، وهي هذه سيف برضو. خلينا اسكر لك اياه كله، وعشان هاي جيت ستاتوس جيت، في عندنا واحده مش شو اسمه، اوكي جيت اد كيف.
هيك صار بوشت. تمام؟ ضايل بس ارفع لكم الفيديو وهيك انت بتكون يعني انه you are well equipped. كيف؟ على اليوتيوب. تمام؟ عشان هيك ما تنساش تعمل لايك وسو شير وسبسكرايب. اوكي؟ عنوان اليوتيوب يا سيدي العزيز، هاي الصفحة فيها كل ما تحتاجه، كل ما يحتاجه مش الأسرة طالب الـ NLP. تمام؟ بتروح على هاي، في عندك هنا الكورس ديسكريبشن، الكتب، الأوتلاين، رابط الجيت هاب، وعندك هنا هنا في بروجكتس مقترحة للي بده يرنجي يا جماعة، ولسه بضيف يعني كل مرة بعمل أبديت. وهنا في عندك الفيديو ليكتشرز، هيو انت في عندك ثلاث محاضرات فيديو. تمام؟ فبالتالي ملكا هخلص عليك يعني في الامتحان، يعني ملكاش حجة بالمرة. تمام؟ لا هاي شوف اطلع عندك 0 1 2 3. لسه ما خلصتش، لسه بسجل قاعد. اوكي؟ تمام شباب؟ الريجولار؟ اه اه